السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مقدمة تمرين مصادقة الجهاز العصبي Befriending Your Nervous System. التمرين هذه أو سلسلة التمارين جاية من ديب دينا، عندها هذا الكتاب The Polyvagal Theory in Therapy، وعندها كتاب صوتي كمان على Audible Befriending Your Nervous System. وأنا حأتكلم عن التمارين وأشرحها بالتفصيل أكثر في الفيديوهات القادمة باللغة العربية. إذا أي أحد يبغى يرجع للأصل والمعلومات المفصلة، الكتاب هذا جداً أنصح فيه. فأول شيء، إيش يعني مصادقة جهازنا العصبي؟ طبعاً زي إذا سمعتوا الفيديوهات السابقة وإذا ما سمعتوها رجعوا لها، الجهاز العصبي خاصة الجهاز العصبي اللا إرادي هو اللي بيتحكم وبينظم عالمنا الداخلي، وبيكون يتفاعل مع المؤثرات الخارجية، ومنه بيأثر على تصرفاتنا، علاقاتنا الاجتماعية بالناس. ليش نبغى نصادقه؟ أول شيء لأنه هو شيء بيصير فينا، فيعني نعرف نفسنا أكثر، لأنه هو هذا جزء كبير ومهم في منظومتنا الحياتية ومنظومة أي تغيير نبغى نحدثه. ونفهم إيش اللي يساعدني وإيش اللي يضايقني، أو أحتاج أني أعمل تغيير علشان أقدر أنظم حياتي وأسوي الشيء اللي أبغى أسويها. مصادقته يعني نعرف هو إيش بيسوي، يعني أعرف هو كيف بيجسد من خلالي. الفيديوهات حاجة عن شرح الجهاز العصبي بتدينا أو بتعطيكم المعلومات قدر الإمكان، قدر استطاعتي العلمية، الأوبجكتيف اللي هي الأشياء كيف هو بيصير. التمارين مصادقة الجهاز العصبي بتخلينا نكون عارفين أكثر عن كيف أنا أو أنتو كشخصكم هذا الكلام بيطلع أو بيجسد. فكل واحد عندنا، كل واحد مننا عنده طريقة مختلفة للتفاعل بناء على التجارب، بناء على البيئة، بناء على ظروف كثير. فأول تمرين حيكون بالإنجليزي هو اسمه personal profile. الشيء الشخصي من أحوال الجهاز العصبي المختلفة، كيف هي معايا، علشان نعرف أنا لما أكون في هذا الحال، سواء حال الاستقرار أو الventral vagal اللي هو يكون في انتظام وتوازن واتزان داخلي، كيف أنا أكون؟ إيش العلامات اللي بتدلني إنه أنا أكون في هذا المكان؟ وعلى الأحوال الثانية اللي هي حالة التحفيز العالي أو التحفيز المنخفض. بعد كده التمرين الثاني يخلينا نعرف أنا كيف أوصل لهذا الحال، يعني إيش الأدوات، إيش الأشياء الشخصية اللي أنا شخصي اللي أقدر أعرفها عن نفسي يوصلني إلى هذا الحال. والتمرين الثالث هو نعرف كيف نطلع أدوات أو إشارات ومهارات، كيف أقدر أقعد في الحال اللي أنا أبغاه إذا كان مرغوب، أو إني أخرج منه إلى حال مختلف. يمكن الموضوع ما يكون الآن سهل، لكن إن شاء الله في التمارين والتطبيق العملي مع بعض تقدر يكون عندكم فرصة أكثر إنكم تعرفوا. زي ما قلت هذا مقدمة، وإن شاء الله حيكون الثلاثة تمارين بعد كده. شكراً.